أسألك على بعض اللاعبين مع الأهلي في المباراة اللي فاتت وبشكل عام. يعني محمد هاني قدم مستويات معقولة جدا في كأس العالم للأندية، جه في مباراة الهلال رجع محمد هاني اللي كان من شوية كده اللي هو مش المستوى الكامل، رغم إن أنا قلت ودي معلومة حقيقية إنه محمد هاني جهاز المنتخب حط عينه عليه إنه يبقى موجود في مباراة السنغال. ليه التفاوت في المستوى؟ ده اللي انا كنت بتمناه من بعد اصابه اكرم. يعني بعد اصابه اكرم وبرده انت عندك صفقه لسه ما استغلتهاش كريم فؤاد طبعا. يعني لسه ما استغلتهاش، لكن ده اللي انا بتمناه من هاني. يعني ده اللي انا بتمناه من هاني، وخصوصا ان انت كل المباريات مهمه، مباريات كبيره، لازم كيرف المستوى بيبقى عالي. يعني ممكن ينزل بعض الشيء، لكن لازم تقعد 3 4 مباريات كويس، ممكن مباراه بتنزل شويه لكن بترجع كيرفك عالي تاني. عشان كده انت بتظهر قدام الناس لا الاداء مش جيد، ممكن مباراه يعملها كويسه جدا وبيقدر يحرز هدف في كاس العالم للانديه، فالناس مستنيه منك كتير. يعني مستنيه منك كتير في بعض اللعيبه تاني، حسين الشحات الناس مستنيه منه كتير، طاهر محمد طاهر مستنيين منه كتير. لكن في بعض الاوقات الفرصه لازم لما تجيلك تستغلها، لان هتجيلك مره واتنين مش هتجيلك التالته، وخصوصا في الانديه الكبيره، وخصوصا ان انت اصابه اكرم يعني مصاب كومن عند كومن فوائده ان يرجع هاني يلعب فالمنتخب يبص عليه، مع لما شفنا في منتخب مصر ان عمر كمال ما بيلعبش في المركز ده. فده يدي هاني ان هو لا لازم عمر يدفع. عمر عمل اداء رائع طبعا، للامكانيات اللي عنده، الامكانيات البدنيه اللي عنده، لكن انا بكلمك ان كباك رايت وخصوصا مصر انا بشوف ان هي بتعاني في الحته دي. يعني بتعاني بقى لها فتره كبيره جدا في حته الباك رايت او الباك ليفت، لكن مع فتوح مع منتخب مصر ادي بقى ده جيد. لكن محمد هاني كريم فؤاد يلعب اساسي على محمد هاني؟ ما يلعبش اساسي بس لازم يبقى ليه فرصه، لان انت هتحتاجه، لان انت في وقت من الاوقات صعب جدا. انا اتكلمت على مستر موسيماني برده، ما ينفعش تعتمد على 14 او 15 لعيب، لان انت لازم في مباريات ده اللي شفنا مع محمود وحيد. محمود وحيد اتمنى ان هو يبقى ليه فرصه اكتر من كده، ان هو لعيب كويس وحتى الفرص اللي خدها ادى بشكل جيد. مع وجود علي معلول لازم يبقى في حته الروتيشن، لان علي مش هيقدر يشيلك فترات كبيره جدا. لكن هنا لازم تحدد هويه كريم فؤاد، يا يلعب باك رايت يا يلعب باك ليفت. لازم تحدد هويته عشان اللعب ما يتشتتش، حتى في التمرين. لازم توظفه او تتكلم معاه ان انا باك رايت هبقى هستغلك. لكن هاني لازم ياخد ماتشات شويه، يعني لازم ياخد ماتشات شويه، وزي ما قلت على هاني لازم كيرفه يبقى عالي، 5 6 ماتشات ورا بعض كويس، ممكن كيرف ينزل ماتش لكن لازم يعلى تاني. هسألك على لعيب تاني يتحمل الكثير من الانتقادات في الفتره الاخيره ايضا، حسين الشحات، رايك ايه؟ حسين بالنسبه لي لغز، اللغز كبير جدا. زي ما بقول لك في مباريات كتير كونك حتى ان انت ما بتبداش دي مشكله، كونك ان طاهر اصلا مركزه بيلعب طرف شمال، لكن هنقول مع عبد القادر وتفوق عبد القادر والاجاده في المباريات، لازم حسين ياخد البدايه، لازم حسين يدوس على نفسه في التمرين، لازم ياخد النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مستنيين منه كتير، لان هي صفقه من اقوى الصفقات في النادي الاهلي. وهنا المردود المفروض ما يزعلهوش من الناس، لكن بيحط عليه مسؤوليه كبيره جدا، هو لازم يبقى قدها اكيد في الماتشات. طيب من اللاعبين اللي جماهير النادي الاهلي مبسوطه منهم، حاسه ان هو مستقبل عظيم جدا، محمد عبد المنعم، رايك ايه في ادائه في الفتره القليله اللي شارك فيها مع النادي الاهلي؟ انا بشوف ان عبد المنعم، انا في المقام الاول لما ببص على اي لعيب هو الشخصيه، صح، شخصيه اللعيب، شخصيه قويه ولا مش قويه، بيتحمل الضغوط. انا بشوف ان عبد المنعم اشتغل على نفسه كويس وطور من ادائه كويس، وقفل على دماغه على فكره بشكل جيد، وبيأدي الدور اللي مطلوب منه على اكمل وجه. مع صغر سنه لكن لعيب عنده شخصيه، لعيب مستقبل الكره المصريه. واللي انا بتمناه ان عبد المنعم يحترف، بره من خلال النادي الاهلي، ده اللي هيفرق معاه بشكل كبير جدا، مع الثقه اللي عنده، مع التطوير في ادائه، مع الثبات، ده اللي كنت بكلم معاك فيها يا كريم، الثبات طول فتره البطوله، ومؤدي ب 100% بنفس المستوى، بنفس الشكل، بنفس الصوره. فهو ده اللعيب، هو ده اللعيب الكبير، والماتشات الكبيره هي اللي بتعمل لعيب كبير. وفعلا كان عبد المنعم مع المنتخب او سواء مع النادي الاهلي حتى لما رجع نفس الاداء ونفس الثبات في المستوى. فده ليه هيبقى ليه رصيد داخل النادي الاهلي وليه رصيد مع منتخب مصر، وهنا ده اللي بيعمل اللعيبه الكبير، المباريات الكبيره. ليه ميكي سوني رغم ان موسيماني هو اللي طالبه
حتى الان مش قادر ياخد مكان اساسي في تشكيله النادي الاهلي. بص وارد يعني وارد ان في صفقه تسقط منك كده ومع ان مستر موسيماني هو اللي جايبه يعني هو اللي جايبه ومفروض هو اللي يلعبه يبقى ليه فرصه اكبر من كده، لكن انا بشوف مع اداء ميكيسوني الناس اللي موجوده افضل يعني الناس اللي موجوده افضل حتى بعد رحيل كهربا. لا كهربا كان افضل يعني كهربا كان افضل ان هو يبقى موجود في قائمه النادي الاهلي. ممكن اسالك سؤال بشكل واضح وصريح جدا، مع الوفره من اللاعبين دي حاسس ان الاهلي عنده ازمه في مركز الجناحات يمين وشمال؟ ده اكيد اكيد وخصوصا بعد غياب اكرم يعني بعد لا بكلمك على الجناحات مش الباكات، الجناحين طرفين الملعب. لا انا اللي مطمني عبد القادر يعني مطمني عبد القادر حتى من لما كان في سموحه يعني تقدر تقول هنا ما فيش صداع. لكن الناحيه الثانيه يعني تذبذب اداء حسين مع ان طرق لعب الراجل بتظلم شويه طاهر بتظلم شويه طاهر الجناحين في مشكله في الفيرود يعني عندك مشكله في المشكله في الفيرود عدم يعني حتى لو شريف مش في حالته لازم حسام يستغل الفرصه لازم يستغل الفرصه. لكن سوء الحظ يعني سوء الحظ عند بعض اللعيبه او الاصابات في وقت مثلا كان لازم ياخد فيه زي مثلا شريف لما كان في المنتخب كان مهم ان دي افضل فتره لحسام حسن ان هو يدخل صوب. لكن اتصاب وهنا بتبقى سوء حظ بقى بيلازم. لكن بص كريم عايز اوضح بس خد بالك من نقطه، انت دلوقتي قلت لي لما سالتك على مركز الجناحات قلت لي احمد عبد القادر طبعا وبس، ما دي 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 ازمه. ازمه ليه؟ ان انت محتاج مثلا في ناحيه الشمال دي يبقى عندك اثنين او ثلاثه، في ناحيه اليمين دي محتاج يبقى عندك اثنين او ثلاثه، فانت من السته مثلا قلت لي واحد. ما انا هقول لك ليه لسياسه الراجل كده مش مدي حد الفرصه ان هو يلعب مثلا لو عندك مباراه صغيره مع احترامي الفرق في مصر لو انت راجع تلعب مباراه عايز تعمل روتيشن انت مش يعني اللعيبه محمود وحيد قاعد بقاله قد ايه؟ كريم فؤاد صفقه جديده لسه ما خدش، لويس ميكسوني لسه ما خدش بالصوره المطلوبه منه، محمد محمود لسه راجع، لكن الراجل مش مدي الايحاء ان انا في المباريات الصغيره او مباريات ان انا بلعب ال 20 او ال 25 دي اللي كانت ما يميز مستر جوزيه. مستر جوزيه او انت حاطط سيستم لعب، سيستم اللعب ده ال 25 بيقدروا يأدوا، شلت احمد عادل حطيت اسلام الشاطر هيأدي نفس الدور، شلت عبد القادر حطيت طاهر هيأدي نفس الدور. لكن هنا لعيبه ان انت لما بتعتمد على 14 او 15 لعيب في اكتر من بطوله وهم نفس اللعيبه، ده اللي كنت بعاتب عليه مستر موسيماني لما كان بيلعب علي معلول. علي معلول مش هيقدر يستحمل القوه البدنيه سواء مع المنتخب او حتى لما بيرجع او في كل البطولات مش هيقدر يشيلك عدد سنين.